أنا دوامي بالتاجي منطقة الحماميات. وأنت وين بيتك؟ أنا بيتي بالعظمية. للعظمية. ست سيارات أصعد والراتب 350. أنا مصطفى، أستاذ مصطفى يعرف معاناتي. أنا حتى صار عندي كانسر. كل ثلاثة أشهر أنا آخذ 3 حبايات بمستشفى الأندلس. لحد هاي اللحظة؟ والله العظيم لحد هاي اللحظة بالغدة سويت عملية. هاي شوف وزير التربية. هواي ناشدت، هواي ردت أسوي تنسيب، وصل للوزارة وصل كتابي كامل وجبت ممانعة كاملة من الرصافة وأوراقي كلها موجودة، وصلت ورفضت مالاتي. لا دقيقة هسه وحدة، أنت اليوم بيش كانسر، بيش مرض السرطان، حتى أيوة. أوضح لهم خاف يعرفون الكانسر، أيوة. فحتى نوضح لهم بيش أستاذ بيش, أنت بيش مرض السرطان؟ أستاذ ثاني شيء هماتين بعد الأقوى بي داء الذئب الحمراري بالكلى. شو اسمك أنت؟ شيماء حسين. شيماء خلي رقمك من المصور. إن شاء الله أستاذ. يعني استاذ معاناتي بالقران. تريدين تنسيب من جهه؟ اريد من الكرخ للرصافه وهاي سالفه. الكرخ الاولى؟ اني لا اني من كرخ الثالثه اريد للرصافه الاولى. اني كل شيء كان. ليش ما اعطوك اذا انت بيش كل هذا ما اعطوني استاذ، وصلت هناك يعني للوزاره ماكو يعني، وصلت لليمن ورفضت. زين. وبعد ما اعرف شلون يعني الحال ما اعرف. 350 استاذ اني وين اخليها؟ اني صاحبه جهال اثنين. رجلي كاسب وإيجار 500، وين أخليها 350 برأيك أستاذ؟ وين أخليها؟ أنا 10 روحة رجعة من الأعظمية قاعدة بالكسرة. كسرة؟ أنا بالتحديد الكسرة قاعدة بيها. زين، شو ما خلي رقمك شمالها؟ إن شاء الله أستاذ. خلي رقمك شمالها؟